السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ عيد فطر سعيد عليكم، يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة ومبسوطين يا رب. النهاردة ان شاء الله بإذن الله دي تجميع لكل الفيديوهات او كل الوصفات اللي قدمتها لكم في خلال شهر رمضان لما بلغنا رمضان اعواما عديدة، اللهم امين يا رب العالمين. حبيت افكركم بيها وناخد راحة من الوصفات الجديدة وكنوع من اني بعيد عليكم بس بطريقتي. يلا نبدأ الوصفات اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأنا شهر رمضان الكريم، كل ما بجيب سيرة شهر رمضان يعني حاسة انه وحشني. اللهم بلغنا اياه عواما عديدة، اللهم امين يا رب العالمين. بدأنا بقى بايه؟ بدأنا بالفخدة الضاني اللي قلت لحضراتكم ان احنا عملناها او الشيف عملها بطريقة ما تخليش اي حد ما بيحبش اللحمة الضاني يموت فيها من ناحية الريحة بتاعتها. في ناس ما بتحبش النوزة بتاعتها اللي هي الريحة كده، ليها ريحة كده تمام، طعمها وجميلة ولذيذة، بل بالعكس هتستمتعي وانت بتاكليها وبتعملها لأسرتك مع الخضار زي ما الشيف بيعملها كده. وشفنا حطينا لها ايه وهي نية، وهي نية بكل التفاصيل وكل حاجة كل حاجة كل حاجة. انا هسيب لكم كل روابط الوصفات دي بإذن الله في الكومنت المسبب بإذن الله وفي صندوق الوصف. وحطناها الاول على البوتاجاز مع الخضار، وبعدين الشيف دخلها الفرن، وبعدين بتطلع بقى بتقطعي منها بسم الله ما شاء الله جنب المكرونه بتاعتك جنب الرز ايا كان. احنا عملنا جنبها مكرونات، ارجعوا للمكرونات اللي كانت قبلها ان شاء الله. فخلاص كده دي كانت اول وصفه في اول يوم لرمضان. تاني وصفه بقى انا عملتها مع حضراتكم كانت سحور، سحور رمضاني. انا مش عارفه الترتيب، لكن انا جبت لكم كل الوصفات اللي انا عملتها في شهر رمضان كنوع من اني يعني عايزه اتواصل معاكم زي ما معوداكم كل اثنين وخميس. فدي كانت تاني وصفه جبنا عملتها بالبصل الاخضر والفلفل والطماطم زي ما احنا شايفين، وحطيتهم على النار. وبعد ما حطيتهم على النار ضفت الفول اللي انا مدمساه في البيت برضو على قناتي هنا قناه نمود. وبعدين خدت الفول وخدت المكونات دي كلها بعد ما استوت حطيتها في طاجن وعملت كسرت عليها البيض حسب عدد الافراد وملح وفلفل اسمر ودخلتها الفرن. وبكده كان عندنا ألذ واطعم طاجن فول بالبيض ينفع في الفطار في الايام العاديه، وكان ألذ واجمل سحور. وبعدين انا من عشاق السبانخ، او انا من عشاق اللي لازم اكل ولادي، من مؤيدين ان لازم اكل ولادي سبانخ. فعملتها لهم بطريقه جميله ولذيذه في يوم من ايام رمضان المبارك، وحطيت لهم عليها مكرونه عملتها لهم بحيث ما تبقاش باينه. وقلت ان ممكن للاطفال الصغيرين كمان ما تبقاش كده، احنا ممكن بناخد المكونات دي كلها قبل ما نضيف عليها المكرونه ونضيفها في الخلاط وما تبقاش باينه. وقدمت لهم احلى مكرونه بالصوص الابيض والسبانخ، وممكن تعملها لهم قلت لكم في الخلاط للاطفال الصغيره، تبقى برضو مكرونه بالصوص الابيض بالسبانخ بس من غير ما تبقى باينه للاطفال علشان يحبوا ياكلوها. دي كانت تاني وصفه للفطار معانا. دي بقى الوصفه الاقتصاديه الروعه الرهيبه اللي مش هتبطليها. بيقولوا عليه بفتيك كداب، بس انا في شويه تكات انا عملته بحيث تطلع رقيقه ورفيعه وفي نفس الوقت طعمه ولذيذه وما تفكش وما يعني ما تخافيش وانت بتعمليها. وقلت لكم كل التفاصيل، ومن ربع كيلو لحمه مفرومه فقط لا غير، ويا دوبك هي بضايه ومعلقتين بقسماط ناعم وبصلايا مصفينا كويس جدا جدا. ووريتكم ازاي بتفكها ازاي تاخدي منها، هي بترمي كتير جدا، وتحطيها في الفريزر لحد ما تيجي تعمليها تاني وتبقى جاهزه عندك. وازاي اهو بصوا ازاي تفرديها، ولو حصل منك اي دروب ممكن تتلافيه ازاي. وبعدين في زيت سخن على النار وبنحطها فيه بس بعد ما تدخل الفريزر، بعد ما تدخل الفريزر. ده بالنسبه لو انت عايز تعمليها، وتحطيها طبعا في دقيق، وبعد ومن الدقيق للبيض ومن البيض للبقسماط الناعم وعليه شويه نشا، وتحطيه في زيت سخن جدا وما بتاخدش وقت تخلي بالك، وتقلبيها بالراحه خالص، وهتبقى احلى بفتيك لحم جميل جدا هيشرفك في اي عزومه وتقضي بيه ايامك الجايه، وربنا يعين الناس كلها. وده كان معرفش بقى اني وصفه يعني ما بقتش اعد، المهم ان دي وصفه من وصفات فطور او افطار شهر رمضان المبارك. يا رب تكون عجبتكم.
وده شكلها بعد ما اتحمرت اهي، والكفر متماسك يعني ما فيش حاجة اسمها يتفك من عليها. وبصوا بسم الله ما شاء الله دي قطعة كبيرة، فتخيلوا طبعا هي ربع كيلو، عمل 12 قطعة، 12 قطعة بالحجم ده، بالحجم ده. انا بس حبيت اوريها لكم كمان علشان تعرفوا ان هي موفرة ولذيذة وطعمة، ولادك هيحبوها وهيطلبوها. دي بقى الوصفة اللي بعد كده، وصفة البتنجان حلوة قوي، سهلة سريعة سريعة. البتنجان زي ما هو كده اللي هو العروس التخين، بيبقى نفس الحجم، وتجيبيه وتقليه في الزيت زي ما هو كده زي ما انتم شايفين حضراتكم، وتعمل له خلطة بسيطة جدا 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 جدا، ما بتاخدش حاجة نهائي نهائي، يعني ما تسكرش، يعني أقل من ربع كيلو لحم مفروم. وحطتهم زي ما انتم شفتوا كده في اللحم المفروم، وحطت عليهم شوية صوص أو صلصة طماطم، ودخلتهم الفرن، وكنت عاملة بشاميل أبيض أو صوص أبيض، وحطيت على وشه كده، وممكن تحطي بقى موتزاريلا، جبنة رومي، ابدعي بقى ابدعي. يعني بديكم الفكرة وانتم حضراتكم تبدعوا زي ما انتم عايزين. وكنت عاملة ساعتها مكرونة بشاميل، بما ان بشاميل بالمرة ولحمة مفرومة، فمن نفس المكونات عملت أحلى غدا في أو أحلى إفطار في رمضان. وما اني مصممة ان اكلهم السبانخ، هاكلها لهم يعني هاكلها لهم، فعملت لهم كريب سبانخ لطيف جدا لذيذ، وبطريقة حلوة مش هيبان طبعا ان ده لا طعم سبانخ ولا اي حاجة، هو مجرد ان هو لون اخضر، هو مجرد ان هو لون اخضر ولا هيحسوا باي حاجة، بل بالعكس هم عايزينه، هم بيطلبوه تاني وهيطلبوه تاني من حضرتك. وعملته بمنتهى السهولة، وحشيته اي حاجة بقى، حاجة بسيطة جدا جدا برضو. وبرضو ده ابداعك انت، ابدعي بقى في الحشو اللي انت عايزاه، لكن المتأكدة منه انه هيحبوه وهيطلبوه وهيتغزوا، وحاجة لذيذة ولطيفة. وده كان في اواخر طبعا شهر رمضان، فحبيت بقى ايه اللي هو ايه يعني في ايام كده بتحبي تخلصي فيه وتعملي افطار لذيذ وطعم ومغذي، وفي نفس الوقت ما يوقفكيش كتير في المطبخ. وده بقى افطار صحي ولذيذ وشهي. انا كل اللي بيسمع كلمه صحي بيفتكر انه لازم يبقى يعني اللي هو هوب هوب اي كلام ويلا هو ده الصحي. ابدا ابدا ابدا، جربي الوصفه دي هتعجبك جدا، هتغذيهم وفي نفس الوقت صحيه ولطيفه وخفيفه. سبحان الله، يعني نفس المكونات ممكن اللي بنعملها للكوسه التانيه، في طبعا بعض التغييرات، لكن دي بالدقايق، دي بالدقايق. يعني انا حتى في الفيديو قلت لحضراتكم ان بالدقايق كذا تحطيها 5 دقايق، كذا تحط ربع ساعه وهكذا، علشان تطلع مستويه وماسكه نفسها وخضرة وصحيه وشهيه زي ما حضرتك شايفاها. وريحتها كانت تجنن تجنن تجنن، لذيذه جدا، ممكن تتاكل كده بقى في ايامنا العاديه، و تغمزيها بعيش او تاكليها جنب رز او براحتك خالص. انا ساعتها كنت عامله شويه فراخ مسلوقه، لكن ما قدمتهاش كده او ما حمرتهاش في السمنه عادي زي ما احنا متعودين، لا دخلتها عملت لها صوص جميل لذيذ جدا، انا معتمده على طول على طول، هما بيحبوا قوي هنا، وحطيته على الفراخ المسلوقه، وبعد يعني حطيت الفراخ فيها وحطيته في الصينيه وفي الفرن، وجنبي شويه الملوخيه الخضراء الطعمه اللذيذه دي، وبالف هنا وشفا. وده كان اخر فيديو في شهر رمضان الكريم المبارك، اللهم بلغنا اياه اعواما عديده، وكان عباره عن اخر سحور معانا في رمضان. طبعا في الايام العاديه ينفع غدا وينفع فطور وينفع عشاء وينفع تقديم لاولادك هم بيذاكروا، بما اننا داخلين على فتره امتحانات، مغذي ولذيذ وطعم، اومليت بيض وبيض عيون بالكفته والكوسه المشوحه او اللي هي يعني هتشوفوا في الفيديو معموله ازاي، والكفته، وده اومليت بالكفته والكوسه، وبرده عجه كوسه اهي بقطع برده الكوسه، وبرضو الشيف حط عليها كفتة. يعني ارجعوا للوصفات دي بإذن الله تعجبكم، وشهية ولذيذة ومغذية جدا جدا جدا، والكوسة زيها زي السبانخ مغذيين ومفيدين جدا جدا. قدمنا لحضراتكم وصفات جميلة ولذيذة وطعمة، وفي نفس الوقت مغذية جدا جدا لأولادنا. يا رب تكون الوصفات عجبتكم، وان شاء الله باذن الله يكون ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وقراءه القران، ويبلغنا ليله القدر والايام الجميله التحفه الروعه اللي هتوحشني ومقطعه قلبي والله العظيم. بس هو رب رمضان هو رب كل الشهور، حرام يعني الشعور ده، لكن هو بس مجرد ان انا يعني انا دايما اقول لاولادي اذا كان ده يعني نفحات من ربنا سبحانه وتعالى، امال الجنه عامله ازاي؟
اللهم أدخلنا الفردوس الأعلى مع الأنبياء والصديقين والشهداء، اللهم أمين يا رب العالمين. أشوفكم على خير وعيد سعيد عليكم، وحبوا بعض واتمنوا الخير لبعض واهدوا كده، وجعلوا بيوتكم آمنة وجميلة وفرحانة. اوعوا تنكدوا على نفسكم في العيد، حرام. من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أشوفكم على خير إن شاء الله، كل سنة وحضراتكم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.